كريم سعيد المحلل بقناة الأهلي. تحياتي ليك يا أستاذ كريم. مساء الخير يا كابتن أسامة، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة نادي الأهلي، وألف مبروك صفقة المهاجم الجديد. شايف صفقة بحجم نجومية مودست إزاي انضمامها من دوري الألماني بروسيا دورتموند للنادي الأهلي؟ هو مش إضافة للنادي الأهلي بس، بل إضافة للدوري المصري أيضا. تمام، طبعا احنا يعني مش معتادين خالص في الدوري المصري على مدار التاريخ ان احنا واحد نشوف مهاجم يعني من الدوري الالماني، واحد من الدوريات الخمسه الكبيره في العالم، او حتى من المهاجمين يعني دوله فرنسا، ربما يكون نادي وادي دجله في وقت سابق تعاقد مع مالودا في صفقه كانت اعتقد يعني حوالي 4 أو 5 شهور، صفقه كانت دعائيه اكثر منها فنيه، لكن انطوني مودست اكيد اكيد ربما صفقه البعض في اوروبا شبهها بالصفقات اللي ابرمت بالدوري السعودي. وبكل امانه خلت يعني النادي الاهلي النهارده برضو من الناحيه الدعائيه والتسويقيه برضو خلى الدوري المصري النهارده يعني اخباره بتزيد شويه في اوروبا. النهارده من زقليط بنشوف حساب الدوري الفرنسي الرسمي بيكتب بوست باللغه العربيه لمتابعيه باللغه العربيه، وبيتكلم على انطوني مودست والفتره اللي قضاها في الدوري الفرنسي. بس انا في بدايه الكلام يا كابتن اسامه عايزين نوضح حاجه برضو للناس اللي بتحب تحليل الكوره، والناس اللي هي ربما تكون لعبت كوره قبل كده. مراكز كره القدم، مراكز اللعيبه داخل الملعب اصلا بيتحط لها مارجن في السن. يعني ايه؟ كل مركز له سن بدليل. مثلا كان في كليشيه معتاد عندنا في الكره المصريه دايما بيقول لك حارس المرمى المصري لا يتالق الا بعد ما يعدي او يتخطى ال 30 سنه. دي مقوله الناس كلها عارفاها مثلا من ايام زمان. مثلا عصام الحضري بعد ما يكتسب الخبرات يعني. طبعا المركز ده بالذات بتكلم على مركز حراسه المرمى. المركز المشابه لمركز حراسه المرمى في موضوع عامل السن هو مركز المهاجم الصريح. بنلاقي كل الفرق الاوروبيه ما عندهاش مشكله ان هي تتعاقد مع لاعبين كبار في السن شويه في المركز ده. ليه؟ يبقى اكتسب خبرات، بيبقى عنده ذكاء وعنده خبره كبيره جدا في التحرك داخل منطقه الجزاء. لكن مثلا مش من المعتاد انك تجيب لاعب كبير في السن مثلا في الفول باكس، ما تجيبش لعيب كبير في السن في الهاف ديفندر. لما نيجي نتكلم على عامل السن لازم نيجي نوضحها للساده المشاهدين ومحب الكوره بالمركز، لازم تبقى دي واضحه، والا يكون الكلام هنا له غرض او يبقى اللي بيتكلم مش ملم قوي بموضوع مراكز اللاعبين داخل الملعب. وبالتالي لما مثلا نشوف فريق زي برشلونه وهو فريق من الفرق الكبيره في العالم والنهارده بيخلق كيان جديد بعد انتهاء حقبه ميسي، لما بيروح يشتري ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بعد ما اللاعب تخطى 32 سنه، فالناس تقول لك محتاج عنصر الخبره بشكل كبير في المركز ده. في المركز ده بالظبط، انا عايز فينيشر، انا عايز لاعب من كل 10 فرص تجيله يقدر ان هو يسجل لي 5 أو 6، وده طبعا بنتكلم على نسبه كبيره جدا. فانطوني مودست لازم الناس تعرف ان احنا بنتكلم على كواليتي لعيب مختلف تماما عن الموجود في الكره المصريه، ومختلف تماما عن اللي موجود في الكره الافريقيه والشرق الاوسط. وحبيت بس اوضح الحته دي واحنا بنتكلم على انطوني مودست. ابرز ارقام مودست الاستاذ كريم سعيد رصدها من وجهه نظر. بص يا كابتن اسامه، انا هاخدك مش بعيد قوي وهاخد الساده المشاهدين يعني موسم مهم جدا 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 لانطوني مودست، ويعرفنا مين اللي احنا بنتعامل معاه. موسم 2021-2022 انطوني مودست كان المهاجم الاساسي لفريق كولن الالماني، وطبعا فريق كولن الالماني فريق ساعتها في الموسم ده فنش في المركز السابع. تخيل كده كابتن اسامه بنتكلم على لعيب من التوب 5، من افضل 5 هدافين في البوندسليجا. منين؟ من سنتين بالظبط. لا، والبوندسليجا دوري بيمتاز بالسرعه والقوه. لا يعني طبعا اكيد طبعا دوري مختلف تماما عن الدوري بتاعنا، عشان نبقى واضحين. بس بنتكلم في ليفل كوره مختلف، بنتكلم في ليفل خبرات مختلف، بنتكلم حتى في التدريبات بتاعتهم مختلف عن تدريبات طبعا، معدلات جري كبيره. طبعا هذا اللاعب احرز كام هدف في الموسم ده؟ احرز 20 هدف، منهم بقى كام هدف بالراس؟ 9.
يعني بنتكلم فيما يقرب من 48% او 50%، خلينا نقول 50%، 50% من اهدافه كانت بضربات راس. خليني اقول لك كمان رقم خطير جدا جدا لانتوني مودست. انتوني مودست في الموسم ده عمل 13 اسيست. مهاجم صريح يا كابتن اسامه، وطبعا حضرتك يعني اكيد افضل مني حدثنا عن مركز المهاجم الصريح. لما مهاجم صريح يعمل 13 اسيست، تعرف ان انت قدام لعيب كوير، يعني مش مجرد بس خارج الصندوق بيعرف يلعب كوره يعني. بريكس عمل 13 اسيست، يعني اكثر من 50% من الاهداف اللي جابها. النهارده احنا بنتكلم على لاعب عنده خبرات كبيره جدا جدا. تخيل يا كابتن اسامه، بروسيا دورتموند لكن عنده هالاند قبل ما يروح السيتي، وبعد كده طبعا هالر لما جاله الاصابه بالمرض الخبيث، والحمد لله الحمد لله ربنا شفاه. لما فكروا مين اللي فكر؟ بنتكلم على تيم السكاوت بتاع بروسيا دورتموند. تيم السكاوت ده اللي هو فيه اكتر من 10 او 15 كشاف، ومع كمان هيد معاهم مدير للكشافين. لما الناس دي كلها لما تشتغل ويقول للمدير الفني انتوني مودست هو المناسب لاسلوب لعبنا، ده اللي احنا عايزينه، فانت بتتكلم على تاني لاعب من ليفل اخر. فالنهارده بالارقام، النهارده بالامكانيات، النهارده بنتكلم على لعيب كان سعره في السوق الالماني منذ حوالي 3 سنين بنتكلم 6 مليون يورو. فانت بتتكلم على مبلغ. انت اتكلمت في نقطه مهمه دلوقتي يا استاذ كريم، حته ضربات الراس. هل دي طبعا نقطه كان بيفتقدها الاهلي او محتاجها الاهلي بشكل كبير، خاصة عندك الظاهرين محمد هاني وعلي معلول بيعملوا كرات عرضية كبيرة، فكانت النقطة دي مهمة بالنسبة لكولر في الفرقة، حتة ضربات الرأس أو ترجمة الكرة النهائية بضربات الرأس، دي كانت حتة محتاجها الأهلي فعلا. طبعا، ودي نقطة بقى يا كابتن أسامة يعني كويس قوي أنت فتحتها بصراحة، عشان برضه قبل ما أجاوب عليها عايز أوضح حاجة. اتفضل. النهاردة مدير فني زي مارسيل كولر مع تيم السكاوت بتاعه لما يجي الناس دي تشتغل ويختاروا مهاجم، والمدرب ده محقق هذا الكم من الانجازات، خد كل البطولات السنه اللي فاتت، البطوله الوحيده اللي ضاعت منه هي بطوله المونديال كاس عالم الانديه، وهو بيلعب فيها مين؟ بيلعب في السيمي فاينل ريال مدريد، وفي مواجهات والرابع بيلعب بطل الكوبا ليبرتادوريس. فلا، انت بتتكلم على مدير فني، انا اسف يعني اسف، يجب ان الاغلبيه تحترم اصلا اختياره. أساس الأصل أول حاجة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، أحترم اختيار الراجل. الحاجة الثانية إن مارسيل كولر في جزء من 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 التكتيك بتاعه وتطبيقه، مثلا لما هو وصل إن هو يطبق 4-1-4-1، شفنا أيام حمدي فتحي إزاي كان بيخليه يضم لمهاجم تاني عشان يخش مع راس الحربة ويعتمد على الكرات العرضية، خصوصا إن هو بدأ يفهم ان طبيعه لعب النادي الاهلي في الدوري المصري وفي دوري ابطال افريقيا، اغلبيه الفرق بتلعب قدامنا زون ديفنس. تمام. انت ما بتقدرش تخترق بالكره على الارض، فبتضطر ان انت تلاقي اوبشن بي او بلان بي ان انت تلعب كرات عرضيه. تعال كده نعمل فلاش باك لماتشين مهمين جدا وقدام فرق كبيره مش فرق صغيره. نادي الزمالك في المباراه انتهت 3-0، الجيم ما تفكش غير بكره طوليه اتلعبت لحمدي فتحي لما دخل عمل دور المهاجم الثاني وعمل الاسيست براسه لكهربا اللي جاب الجون باليد. دي كانت واحده من الحلول عشان النادي الاهلي، نادي الزمالك هذا النادي الكبير، النادي المنافس للنادي الاهلي، اضطر لما في قوه النادي الاهلي في اللعب على الارض اضطر يلعب زون ديفنس. طيب، نادي بيراميدز اللي هو ثاني منافس للنادي الاهلي حاليا في الكره المصريه، برضه في مباراه نهائي الكاس شفنا برضه النادي الاهلي بيتجه للكرات الطوليه، وحمدي فتحي بيحرز هدف الانتصار في الوقت الاضافي بنفس التكتيك اللي شفناه قدام نادي الزمالك. وبالتالي انت بتحتاج لاعب دايما قدام. حمدي فتحي كان يعني بيعمل مجهود كبير جدا 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 عشان ينطلق في ال 20 متر او 30 متر دول من نص الملعب لغايه منطقه الجزاء، وده جهد ربما يعني يضيف على الجهد اللي هو بيبذله في منطقه خط الوسط، وهي طيب شغلانته اصلا. تمام، اذا النهارده هيكون مودست مفيد في ضربات الراس والكرات العرضيه. الحاجة الأخيرة يا أستاذ كريم، بعد تألق كهربا الكبير سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في الدوري، ممكن نشوف ثنائية في الهجوم، نشوف محمود كهربا جنب مودست ونشوف ثنائية رائعة تكون إضافة هجوم الأهلي. بص يا كابتن أسامة، احنا معانا مدير فني هو اللي بيختار القائمه بتاعته مع سكواد كامل. تمام. الراجل السنه دي احنا اتكلمنا كتير قوي في قناه النادي الاهلي على ان الموسم ده موسم استثنائي في تاريخ النادي الاهلي، كم هائل من البطولات
دخول مهاجم صريح، وخلي بالك انطوني موديست في حياته لم يلعب غير في مركز واحد، مركز المهاجم الصريح، لم يتم توظيفه على اي جنب، لم يتم توظيفه في اي مركز تاني. وبالتالي انت بتتكلم النهارده ان مارسيل كولر معاه قايمه هو حر تماما. يعني اذا النهارده عنده القماشه بقت كبيره، يقدر يشكل فيها زي ما هو عايز. بنشكر محللنا الفني في قناه الاهلي الاستاذ كريم سعيد. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في تغطيه بعثه النادي الاهلي المسافره الى السعوديه لمباراه السوبر الافريقي. انتظرونا ولكن بعد الفاصل.